متحف الحاسبات اللي سويناه بجامعة كربلاء. بدينا بالكومودور البي سي 20، اتاري 600 اكسل، هاي مواصفاتها، الوركاء 6001 درايف مالتها مشغل. بنسوي فيديو على الام 5 سورد ام 5 20 كيلو بايت الميموري مالتها، السينكلير اللي هي سبكترام بلس، سبكترام بلس 2 هاي وياها مشغل الكاسيت من بيها. الفروقات بيناتهن كلهن يشتغلن زد 80 بروسيسر 3.58 ميجا هرتز، هاي رامها 16 كيلو بايت، هذه 48 كيلو بايت، هذه 64 128 كيلو بايت. الاس بي اي ايضا موديل، الكاسيو موديل، الصخر 200، الصخر 350، الصخر 370. اشتغلات اي هنا سوني ام اس اكس، الصخر 230، المثالي اللي هو مثالي 2، الماك، الابل اي اي اي، هذيك الابل ال جي اس، الاتاري 520 اس تي، المثالي 1، مجموعة واسعة مختلفة من وسائط الخزن الثانوي اللي هي تتنوع بين الأشرطة. شوف هذا الشريط ال اتش بي، هذا المايكرو درايف، لاحظ هذا المايكرو درايف، فلوبيات الفرصة المرن 5.25، الوركاء بي سي 1، هذه الموديل ال اتش دي اللي هي بها هارد، هاي الموديل الفلوبي، الاميجا، الكومودور اميجا. طبعا هاي الحاسبات متطورة، يعني هسه هاي سرعتها 7 ميجا هرتز، رامها 512 كيلو بايت، متطورة بالثمانينات تعتبر. هذه سنة 88 صنعت، الرام مالتها 512 ايضا، السرعة 8، كانت تشتغل بالدوز، الوركا دوز. هذا اتاري سنة 1978، الرام مالته الميموري مالته 64 بايت فقط، يعني 8 كيلو بايت. وهاي هم حاضرة عندنا الطابعة، علاوي صورني. طبعا احنا ما زلنا بطور جمع مقتنيات لهذا المتحف، اي شخص عندنا حاسبه قديمه يتخيلها انها ما تفيده يقدر يتبرع بها ويكون اسمه من ضمن المساهمين. طبعا المشروع هو مو ربحي، وانما نحاول نسوي فد نشاط علمي، اي شخص يحب يتبرع. شاشات قديمه، شاشات قديمه مو هاي الفي جي اي، الاي في، السي جي اي، الاي جي اي، ذني كلش قديمات محتاجين، او كمبيوترات القديمه الاكس تي، ال 286، ال 386، ال 486، اذا كان اكو بورتابلز منهم، او الحاسبات اللي هي حاسبه وكيبورد بنفس الوقت، يعني مثل هاي الامثله اللي شفتوهن. اي شيء تعتقدوه يفيد هاي المتحف راح يكون مشاركتكم ممتازه. ودا ابحث عن الماكينه بانش كارد
البطاقات المثقبة، إذا عندكم بطاقات مثقبة أو الماكينة اللي تقرأ البطاقات المثقبة، نريد نسوي فرع تكملة ألعاب الفيديو جيمز من القديمة للحديثة وشلون تطورت وتسلسلت. تقدرون تتواصلون بي وياي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بحثوا على علي فوزي ALI FAWZI، راح تلقون صورتي، صورة البروفايل، وخلونا على التواصل. شكرا جزيلا.